أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الإقسام على الله يجوز بالإطلاق عند نزول ضائقة بالعبد، وما هي كيفيته؟ الإقسام على الله أنه يغفر له، أنه يرزقه، أنه يجوز، هذا من باب الثقة بالله عز وجل، ولكن ما كل يبر الله بقسمه، هذا في خاص بالأولياء، بالأولياء الأتقياء الصالحين. إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك رضي الله عنه. فإذا كان يؤمل بالله الخير وهذا طيب، أما إنه يقسم على الله إنه ما يفعل الخير، إنه ما يغفر لفلان، إنه ما يرزق فلان، هذا ما يجوز. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم.